جميعهم هم أعين هو نورها لما ورد. ووالله لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد، أو لو رأى النمروز نور جماله لعبد الجليل مع الخليل وما عمد. لكن نور الله، لكن جمال الله جل فلا يرى إلا بتوفيق من الله الصمد. أيها الإخوة المؤمنون، من ساحة العلم والعلماء إلى ساحة القرآن الكريم، ويتجدد اللقاء مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي الشهير ملك المقامات وصاحب الصوت الجميل والأداء المتميز أحكاما وتجويدا وتلاوة، القارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية، والمقيم بشبرا اليمن مركز زفتة غربية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك، سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد. ومن حسن الاستماع فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وسلم
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليبلوكم فيما آتاكم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فيما آتاكم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات
فيهما آتاكم ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما آتاكم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم الفاتحة. حق قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت لي أحمد النبي عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي الشهير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي وجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي ملك المقامات ومحرك القلوب القارئ الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك مشاركة مع الهندسة الصوتية وأولى مكبرات الصوت العالمية تحت إدارة المهندس محمد السعودي المقيم محلة الكبرى ومشاركة مع المعرض الفني الإضاءة الحديثة وأفخم محطة ديزل الكبرى قصير الضيافة المتنقلة وأولى الخدمات الفندقية الممتازة تحت إدارة أولاد الحاج أحمد الأم مقيمين محلة أبو علي مركز دسوق محافظة كفر الشيخ وعبر أثير شاشات الإنترنت العالمية إدارة المهندس إبراهيم عوض الشكر موصول إلى الشيخ فتح كبشي منسق هذه الحفلة الدينية أسرة الفقيد الراحل الحاج عبد الرافع البنا مدير عام بقطاع المعاهد الأزهرية وتقدم الأستاذ محمد عبد الرافع البنا أستاذ تامر عبد الرافع البنا أستاذ أحمد عبد الرافع البنا الحاج أحمد البنا الحاج سمير البنا وجميع عائلات البنا وعائلات الشمال